الاسم ديالي فدوى العيدي، السن ديالي 23 سنة، مستوى الدراسي كاتريام، وعندي دبلوم قريت في ليستا، وعندي دبلوم ديال الإسعافات الأولية، وعندي هذا أتيستاسيون ديال السباحة. علاقتي بالمشاش حب كبير، ما نقدرش نسمح فيهم حياتي كاملة من الصغر ديالي أنايا، وأنا بحال هكا ما نقدرش نسمح فيهم. قول بحال هكاك 10 سنين، هكاك 10 سنين، وانا ديما كنمشي للمارشي نجيب القطوط نقيهم نحيد لهم البرغوت ندير لهم الدواء. الا كان شي مش بحال هكا زوين عاطي العين كنجيبو نقي نحيد لي البرغوت، حيت الانسان كيبغي يربي شي حيوان ولكن كيقول لك هذاك موسخ زوين ولكن موسخ وما كيديش. انا اش كندير؟ كنجيبو معايا للدار وكنقيه، كنحيد ليه البرغوت ندير ليه الدواء ديال البرغوت نقيه، وكنحطو في الفيسبوك بحال هكا، كنحطو في الفيسبوك كيديو الناس، كيجيو الناس يديو من عندي. كتعطيهم الماكله وداك المساعده انت ما خدامهش في كتجيبي الصاج؟ كاينه انا وصاحبتي، قلت لها ما تذكرش لي الاسم ديالي، المهم انا غادي نقول غير رقيه الله يخليها ليا. وهذا وكاينه واحد الانسانه حتى هي طيبه كتعاوني حتى هي في الماكله والدواء، كتقول لي الا محتاجه شي حاجه قوليها ليا، ولكن بعض المرات كنبغيش نكثروا عليها، وكنتعاونوا انا وصاحبتي في الدواء، نجمعوا شويه من هنا شويه من هنا، وكنمشي نشريو الدواء الانتيبيوتيك بومادا صفراء تقطيره البيتادين القطن، هذه الماكله ديال القطوط. ولا كانت شي حاله حرجه بزاف ما عندناش ليها الحل، كنعيط كنطلبوا شي جمعيه، كنطلبوهم يجيو يديوها للطبيب، حيت حنا ما عندناش الامكانيات، قليل. كاين اللي كيقول لك لا حنا عندنا المشاش بزاف ما نقدروش نجيبوهم، كنقدروا نحطوهم في الجروب ونطلبوا الناس عليهم، وكل واحد كيجمع لينا شويه حتى كنديو عند الطبيب. كاينه شي جمعيه ديال المشاش؟ كاينه وحده في اغرود، وكاينه وحده في عند لوسي، وكاينه وحده في اورير اسرسيف. ديك اللي في اورير هي اللي كتجي لينا، كنطلبها كنتعامل معاها، كنطلبها وكتجي مسكينه. ديك النهار ترى بان ليا كلب ضربات الطوموبيله وطلعته معايا للدار على ما تجي هي تاخذه، وجات مسكينه، جات شي نص ساعه طلبتها، وجات مسكينه نص ساعه، جات من اسرسيف جات عندي حتى لهنايا حتى لهاد البلاصه، جات داتو والحمد لله صورته ليا ولا كيتمشى ولا بخير. وما كتلقاش مشكل مع الجيران؟ هذيك ما تسولش عليها، هذيك راه انا دابا في البلاصه فين ساكنه حتى واحد ما كيحملني، هذيك كتجيب لينا المشاش كتجيب لينا العفن، نحيدو علينا المشاش من هنا، وعياو ما يهضروا معايا ولكن ما كنتجاوبش معاهم، كندير بحال ما سمعتهم. فراسك هذيك اللي قتلوا هذيك المره؟ فراسي ما عرفتش اشنو ندير، ما عرفتش واش نفدي بالروح ديالي واش نفدي بحياتي، يعني نقول لهم قتلوني انا وما تقتلوهمش هما، هما ما داروا والو، ما داروا حتى شي ذنب، حيت ما نقدرش نستحمل هذا الشيء، ما نقدرش زعما نشوف شي واحد كيأدي شي كلب ولا كيأدي شي مشرع بحال كتقطع لي قلبي بحال كتقطع لي الكبده ديالي. ادي بنادم يقدر يكون داير شي حاجه، داير شي ذنب، دار لك شي حاجه اداك غترجعها لي، ولكن الحيوان ما دار لك والو، بغى هو غير ياكل ويشرب صافي ويعيش، هذا الشيء اللي بغى، وربي خلقهم لينا باش نديروا فيهم الخير، ربي خلق لينا هاد المخلوقات باش نجمعوا منهم الحسنات، ولكن كاين بنادم جاهل ما كيفهمش هاد الشيء، ما تقدرش تقنع شي واحد قلبه كحل، ما تقدرش تقنعه ابدا، شي واحد قلبه كحل ما غاديش تقدر تقنعه. أنا من ناحيه الدراري الصغار نقولوا صغار ما عارفينش، ولكن غادي نوجه الرساله للامهات ديالهم، ربي ولادهم، والا كانوا غيصيفطهم يخرجوا للزنقه ضروري يقولوا لهم شي حاجه ديال الدين، راه ربي وصاكم ما تاديوش الحيوان، ولا بالك شي حيوان مريض ولا شي حاجه اعطيه، الا بالك فيه الجوع هبط ليه الماء ماشي مشكل بحال هكا، ولكن كاين الامهات ما كيصيفطوا غير ولادهم للزنقه صافي غير سير خرج بغات تهنى منه، الله يجعلها يقتل شي كلب يقتل شي مش عندها هي الدنيا هانيه. هاد الساعه هادي لا، هاد الساعه كيف ما قلت لك كاينه غير انا وصاحبتي وواحد السيده وواحد الدري. البارح عيط عليا، عنده المحل ديال سميتو امين، كاين المحل ديالو في موظفين حدا الجامع ديال الملك، هو مسكين عيط عليا قال لي مع شافني كنعطي الديشي لهاد الكلاب هادو، انا ما عنديش امكانيات باش نمشي نشري لهم الكروكيت، مشيت جبت لهم غير روس الدجاج والرجلين وحطيتهم ليهم ودرت الفيديو، وشافني مسكين وقال لي اجي نعطيك هذه خنشه ديال 20 كيلو، مسكين عطاها ليا فابور، هي واحد المش مات قدامي داز عليه موتور قدام عينيا،
حنت هو صغير غير خرج كيلعب في الشانطي بحال هكا وداز عليه موطور قدام عينيا وبدا كيتركل هذيك هي اللي ما تنساش ليا. فيما كنبغي نعس فيما كنبغي نعس كتبقى تدور ليا في راسي وكنتفكر وما عمر عطاك شي كلام. عضني واحد الكلب في يديا هي العضه صغيره ولكن فاش كنت صغيره عضني هي العضه باقي صغيره هنايا عضني ولكن عندي عادي حيت هو غير كلب ما عارف والو مسكين تقدر هو بغيت نعطيه الماكله خاف لا نضربو ولا شي حاجه ولكن انا ما خديتش داكشي ما خديتوش بجديه انا ديت على هذاك غير كلب حيوان ما عارف والو ما عندوش العقل صافي ولكن بحال هكا استمريت ماشي مشكل ودقيت الفاكسان ديال هادشي ديال العطه ديال الكلاب دقيت الفاكسان ديالها جوج هنايا وجوج هنايا صافي وبخير حد الان باقي مستمره في داكشي ما كنبغي نقول المغاربه الله يرحم لكم الوالدين الله يعطيكم الخير بغيت ربي يرزقكم الجنه هادشي بغيت ربي يرزقكم الجنه غير عاونوهم عتقوهم الا كان الصهد ما فيها بس تقطعوا شي بيدو عمروه بالماء تهبطوا الشياطه ديالكم الماكله راه كاينين الناس الشياطه ديال الماكله كيلوحوها غير مع الزبل وما خاصهاش تلح مع الزبل حرام حرام النعمه ديال سيدي ربي تلح مع الزبل هبطوها القطوط الكليبات ها انت عرم ديال الناس هنايا ساكنين عرم ديال الناس وكيشوفوا هاد الكلاب هنايا راه ما كاينش اللي كيهود لهم الماكله ما كاينش اللي كيهودها لهم وانا كنتمنى من سيدي ربي واحد الحاجه اللي كنتمنى في حياتي واحد الحاجه اللي كنتمنى في حياتي وربي ديك الساعه الا بغى يديني كنتمنى غير الناس يرحموا الحيوانات يرحموهم هذيك هي الفرحه ديالي هذيك بحال ما عطاش عطيتيني بحال ما عطيتش واش بحال ما نوصفش لك الفرحه ديالي فاش كندوز من حدا شي دار كيبان ليا الماء محطوط حدا الدار كنعطي كنفرح كنمشي فرحانه للدار كنفرح بلا قياس وخلي فما بالك بان الناس كاملين يرحموهم غتكون هذيك هي الجنه بالنسبه ليا انايا هذيك هي الفرحه الكبيره ديالي الناس اللي ما كيقدروش يديروا الناس اللي عندهم الامكانيات وما ما عندهمش الوقت اللي يعطيو الماكله للمشاش ولا يداويوهم بحال هكا يقدروا زعما يعطوها ليا انايا انا ما بغيتش الفلوس ما بغيتش واحد يقول لي هاكي تكلفي بالفلوس ولا شي حاجه باش ما ينمش عليا ويقول لك لا راه داتهم كلاتهم انا يجيبوا لي غير الكروكيت كيف ما دار هاد السيده هذا ديال البارح عطاني مسكين خرجه ديال الكروكيت بغيتهم يجيبوا لي غير الكروكيت ولا حتى جيت الدواء بحال التقطيره بوماده الصفراء الانتيبيوتيك وهذا وبيطادين والقطن والليغات السورانك حيت ما يمكنش انا نبدا نعطيو كل مش بنفس السورانك كل واحد كنعطيو ديالو باش ما نقلوش لهم الامراض صافي هادشي اللي كنتمنى الناس يتعاونوا معايا غير على ود القطوط والكلاب واللي زعما اللي في هدف اللي في الامكانيات ديالو اللي ماشي في الماكله والدواء هادشي صافي